الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. إزاي تضرب حقنة تحت الجلد؟ النهاردة هنشرح إزاي هندي إبرة سبكوتينيوس تحت الجلد، ودي بتستخدم في الغالب عيانين الإنسولين، المرضى السكر بيحتاجوا يضربوا الإبرة تحت الجلد. النهاردة جبت لكم فيديو دكتورة حلو عشان ما تزهقوش وانتوا بتتفرجوا عليه. وواحدة ست طيبة قبلت التصوير وتورينا على نفسها، فكتر ألف خيرها. المهم بنحضر الإبرة، متعبية بالدواء، وبنحضر المسحة الطبية الكحولية عشان ننظف قبل الإبرة، وبنحضر البان إيد اللي هنحطه بعد الإبرة. البان إيد اللي هو الشريط اللاصق اللي بنحطه على مكان حقن الإبرة عشان يمنع التلوث. وبنبتدي بقى نلطف المريضة كلمتين حلوين عشان ما تخافش من الإبرة، ونطلب منها إنها تكشف دراعها عشان ندي الإبرة. وبالمناسبة ممكن ندي الإبرة في الدراع أو منطقة الفخذ أو منطقة البطن، دول مناطق صالحة للسبكوتينيوس انجكشن، الإبرة التحت جلدية اللي هي بيحتاجها جماعة السكر اللي بياخدوا إنسولين. نكشف الدراع، وبعدين نيجي على الجزء اللي هو عضلة الذراع زي ما انتم شايفين كده في الفيديو، وبتبقى تحت الكتف بشوية، عضلة الكتف اهيت الثلاثية، وبعدين ديت عضلة الدلتويد. والرسم اللي قدامنا بيوضح العضلة اللي اسمها دلتويد دي فين، والمثلث اللي موجود ده هو اللي بنضرب فيه الحقنة غالبا. وبعدين بنبتدي نمسك العضلة ما بين صوابع ايدينا عشان نتحكم فين هندخل الإبرة، ونمسح من الداخل الى الخارج، يعني نعقم المنطقة، نبتدي من النص الى الخارج عشان لو في وسخة نطردها على بره. وبعدين بنمسك نحضر القطنة طبعا في ايدينا عشان اول ما نطلع الابرة نحط القطنة. بنشيل غطى الابرة بالشكل اللي شفناه ده، وبعدين بنبتدي نحقن الابرة. نخلي الابرة ميلة على جلد الجسم حوالي 45 درجة زي ما انتوا شايفين، درجة 45 يعني مش قائمة ولا نايمة قوي، حوالي 45 درجة مئوية. وبعدين بندخل سن الإبرة حوالي سنتي أو 2 سنتي تحت الجلد، وبنبتدي نحقن لحد ما الدواء يخلص. طبعا حقن تدريجي مش مرة واحدة، ونحط القطنة عشان ما ينزلش دم. وبعد كده نجيب البان إيد، وعشان نحطه نشيل القطنة ونحط البان إيد منعا للتلوث مكان الخرم أو النغزة بتاعت الإبرة، وكده بتبقى العملية تمت، حقن الإبرة تحت الجلد. وإلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.